وإلى موضوعنا الطبي لليوم، عمليات العمود الفقري كانت تجرى بشكل تقليدي في جرح كبير في الظهر وتقطيع لعضلات الظهر، وغالبا ما تتسم بالحساسية والدقة. اليوم أصبح هناك تدخلات جراحية للعمود الفقري بالمنظار والتدخل المحدود، فما أهمية هذه الجراحات وكيف أثرت على مفهوم جراحة العمود الفقري؟ نعرف أكثر مع ضيفنا الاختصاصي في جراحة العمود الفقري والأعصاب والدماغ الدكتور بدر عبيدات مباشرة من عمان. دكتور صباح النور، وشكرا لتلبيتك دعوتنا. الله يسعد صباحكم. بداية دكتور، قبل الحديث عن معكم سيدي. أهلا أهلا، ونحن كمان مسرورين. قبل الحديث عن التقنيات الحديثة، سؤالي لك، لماذا نتوخى الدقة كثيرا عندما نتحدث عن عمليات العمود الفقري؟ يعني هل تعتبر العمليات هي عمليات حساسة أو خطيرة نوعا ما؟ نعم، احنا لما بنتكلم على العمود الفقري احنا ما بنحكي بس عن عضلات وعظم، احنا بنحكي انه جوا الفقرات، جوا العمود الفقري هذا في النخاع الشوكي والجذور العصبية اللي هو نسيج نبيل ونسيج حساس جدا جدا لأي لمسة حتى لو صغيرة. نعم. الآن نوع أمراض العمود الفقري، بحب بس أنبه على شغلة بسيطة، إنه أمراض العمود الفقري التنكسية اللي هي بتصيبنا زي الديسك، زي كسور الفقرات، زي أغلبها هذه الأمراض هي أمراض غير جراحية، يعني بيصيب المريض الألم وبيروح الألم بالعلاج المحافظ بدون ما نلجأ أنه نعمل عمليات للمرضى. نعم نعم. كيف كانت تجرى العمليات بشكل تقليدي؟ يعني لسنوات كيف كانت تجرى هذه العمليات؟ نعم، العمليات التقليدية هي كانت تجرى، راح أتكلم مثلا أحكي عن جراحة الديسك، كانت تجرى بجرح بمنتصف الظهر كبير ممكن يوصل لعشرة، 15، 20 سنتي. بعد الجرح تحت الجلد بنوصل للعضلات وبنفصلها تماما، نقطعها تماما ونفصلها تماما عن العظم اللي هو الفقرات نفسها، الجزء الخلفي من الفقرات. بعدين منشيل الجزء الخلفي من الفقرة أو اللي منسميه الصفائح الفقرية علشان نوصل للنخاع الشوكي أو نهايات الجذور العصبية ونوصل تحتها للديسك. نعم. الآن هذا الحكي ما زال يجرى إلى الآن، وهو بالمناسبة ليس خطأ، لكن طور العلم، كيف يعني التكنولوجيا دخلت في العلم والتدريب، الأطباء صار كلياته على التكنولوجيا الجديدة. نعم. فتطور العلم وصار هاي القصة كلها ما بدنا إياها، صرنا ندخل بجرح واحد سنتي بدون تقطيع للعضلات بين الألياف العضلية على الفقرات بدون ما نستأصل الصفائح الفقرية، ونعمل العملية بنسبة نجاح أعلى بكثير من نسبة من العملية التقليدية، وخطورة أقل، وأيضا عودة المريض لحياته الطبيعية بتكون سريعة بعد العملية ساعتين ثلاثة. نعم، وأصبحت هاي العمليات من العمليات اليومية. نعم. لنشرح للمشاهدين ما هي عملية العمود الفقري بالمنظار أو وأيضا بالتدخل المحدود، يعني يا ليت تضعنا بالإطار لهذه العمليات وأيضا يعني دور التكنولوجيا فيها. بالتأكيد، الآن عمليات التدخل المحدود صارت ندخل زي ما حكيت جرح حوالي 1 سنتي إلى 1.5 سنتي، الجرح هذا مندخل فيه أنابيب أو منسميه تيوبات، ومنستخدم بعدين المايكروسكوب اللي هو مجهر كبير فيه مصدر ضوئي وبيكبر المجال اللي احنا عم نشتغل فيه لانه هو صغير، يعني تتخيل عم نشتغل بندخل ادوات ضمن جرح صغير جدا، فاحنا بحاجه مجهر عشان يكبر لنا النسيج العصبي والانسجه اللي عم نشتغل عليها داخل الظهر. هلا المنظار لسه صار نقله نوعيه جديده او تكنولوجيا اجدد، صار لا احنا بندخل الكاميرا
جوا جسم الانسان، ومن ضمن يعني في انبوب مندخل منه الكاميرا اللي هو المنظار، ومندخل منه الادوات كمان اللي بنشتغل فيها على العمود الفقري. لسه هون الجرح عاده بيكون اصغر من عمليات تدخل محدود بنفس نسبه النجاح تبعت التدخل المحدود ونفس جوده العمليه، وايضا المريض بيرجع لحياته الطبيعيه بشكل سريع جدا. نعم. دكتور عندي سؤالين حول العمليات. هل هناك أشخاص لا يمكن يعني لسبب معين لا يمكن إجراء هذه العمليات معهم؟ وأيضا هل هذه العمليات تجرى لكل المشاكل اللي كنت ذكرتها سابقا بالعمود الفقري؟ نعم، سؤال مهم، سؤال جميل، شكرا لك سيدي الكريم. الشق الأول من السؤال، كل أمراض الديسك وكسور الفقرات يتم إجراءها بالمايكروسكوب. يعني إحنا منقول إنه جراحة الأعصاب أو جراحة العمود الفقري الأعصبية هي جراحة مجهرية. استخدام التكنولوجيا بتساعدنا كثير بإنه تزيد نسبة نجاح العملية ويكون احتمال حدوث المضاعفات أقل. الآن هذا جواب الشق الأول من سؤالك، أنه كل العمليات يتم إجراءها بالتدخل المحدود والمنظار. نعم، كل العمليات على الديسك أو الانزلاق الغضروفي يتم إجراءها باستخدام المنظار أو الميكروسكوب، اللي هو التدخل المحدود. الشق الثاني، كل الأمراض بحاجة لعمليات؟ بالتأكيد لا، نسبة قليلة جدا فقط من المرضى اللي عندهم مشاكل في العمود الفقري أو عندهم انزلاقات غضروفية أثبت وجودها بالفحص السريري وصور الرنين المغناطيسي. جزء بسيط لا يتجاوز 10% من المرضى هم اللي فعلا بيحتاجوا تداخل جراحي أو عمليات. الآن هذول بيكون في عادة في حالات قليلة، إذا صار ضعف بالإيد، إذا كان الديسك أو الانزلاق الغضروفي بالرقبة، أو صار ضعف بالرجل، أو صار خدران شديد جدا مع فقدان بالإحساس، عدم تحكم في البول أو الإخراج، أو احتباس للبول، أو إذا استمر الألم أكثر من 6 أسابيع رغم إعطاء المريض كل أنواع العلاجات المحافظة. نعم دكتور، يعني هون كنت تحدثت عن أنه نسب النجاح كبيرة جدا مع هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة، لكن كان دائما هناك خوف عند الناس بمثل هذه العمليات من الاضطرار لمعاودة العملية أكثر من مرة. هل يعني هذه التدخلات الجديدة كمان خففت هذه النسبة؟ للأسف لا. الآن نسبة عودة مثلا الانزلاق الغضروفي للمريض اللي عامل عملية مرتبطة بممارساته الخاطئة اللي كان يمارسها، اللي أدت بالدرجة الأولى لإصابته المرة الأولى بالانزلاق الغضروفي أو الديسك. مثلا إذا مريض متعود يحمل أوزان كبيرة بوضعيات خاطئة وعمل العملية وصارت أموره ممتازة ورجع لممارسة نفس العادات الخاطئة اللي هي يحمل أوزان ثقيلة بوضعيات خاطئة، بالتأكيد رح يرجع يصيبه ديسك، يا أما بنفس المكان اللي عامل فيه العملية أو بفقرات أخرى. الآن دائما احنا بننصح المرضى بعد العملية أنه ينتبه يعدل باللايف ستايل تبعيته، يعدل بطبيعة حياته وممارساته اليومية، يكون في شرب كميات كبيرة من السوائل، وبالإضافة إلى إجراء تمارين لتقوية عضلات الظهر والبطن، علشان لما يضطر ينحط بموقف أنه بده يشيل وزن تكون عضلات ظهره وبطنه جاهزة أنه هي تحمل الوزن هذا عن العمود الفقري. ويعني هذه دعوة إذن لكل الناس اللي عم بتتابعنا والمشاهدين لاختيار سلوكيات صحية بعد العملية، لأنه ممكن يعني الضرر بهالمنطقة بالذات يلي كانت هي صارت مثل نقطة حساسة بجسمه، صحيح دكتور؟ 100% هذا كلام صحيح، وأنا بفضل أني أوجه دعوة قبل ما أصلا يضطروا المرضى يعملوا عمليات، أنه يحاولوا قدر الإمكان انه يكون نمط الحياه
صحي. مثلا خليني بدي أحكي عن موضوع الرقبة، اللي هي الوضعية هاي، الجلوس بالوضعية هاي على الموبايل أو على الكمبيوتر، هذا بيؤدي لإصابة، طبعا لساعات طويلة، هذا بيؤدي لإصابة لانزلاقات غضروفية بالرقبة. كمان بالنسبة للمرضى اللي بقعدوا بوضعيات خاطئة في مكاتبهم، لأنه الآن حياتنا هيك صارت، نعم كل أغلب الشغل شغلي مكتبي. نعم بالتأكيد، نجلس بوضعيات صحيحة ونعمل تمارين لتقوية عضلات الظهر والبطن والرقبة. شكرا لك الاختصاصي في جراحة العمود الفقري والأعصاب والدماغ دكتور بدر عبيدات، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات كالعادة، كنت معنا مباشرة من عمان. شكرا، شكرا لكم، شكرا لكم، يوم الله موفق. يحفظ.